تسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة لتنفيذ خطة واسعة لإحلال التوك توك واستبداله بسيارات ركاب صغيرة بيطلق عليها طبعا الميني فان، حضراتكم أكيد بتعرفوها. ويمكن التوك توك ده هو صداع في رأس الكل الحقيقة، وسيلة مواصلات عملت إزعاج غير طبيعي بالنسبة لكل فئات المجتمع. صحيح هي بتخدم على بعض الفئات وبتحل أزمة ربما في بعض الأماكن الضيقة، ولكن بشكل عام في مشكلة في التوك توك، وده في إطار توجه الدولة للقضاء على العشوائية واللي سببها التوك توك في مصر. هنتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل وإيه الخطوات اللي هتحصل بعد تطبيق هذا القرار من خلال ضيف اللي منورني ومشرفني عبر زوم، الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية. أهلا بك يا دكتور طارق وصباح الخير. صباح الخير يا فندم عليك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بسيادتك. طبعا مبدئيا حابين نعرف من حضرتك إزاي هيتم تطبيق هذا القرار عشان الناس تكون كلها عارفة التفاصيل، سواء المواطن العادي أو حتى المواطن اللي هو بيمتلك التوك توك وبإذن الله ممكن يتحول بعد كده لسيارات الميني فان. بداية احنا عارفين ان في مبادرة رئاسية لإحلال المركبات المتقدمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، واللي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية في شهر يناير الماضي، والغرض منها أن يتمتع المواطن المصري بإحلال سيارته القديمة اللي مر عليها أكثر من 20 سنة بسيارة أخرى جديدة موديل العام تعمل بالغاز الطبيعي. وهذا من النواحي الاجتماعية بيخدم طبقة عريضة من المواطنين، الذين خاصة الذين يمتهنون مهنة القيادة مثل سائق التاكسي والميكروباص. وفي إطار التكليفات الرئاسية بتوسيع قاعدة المشاركة للمواطنين، بيتم مشاركة بعض المركبات الأخرى غير الملاكي والتاكسي والميكروباص عبر المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات. ومن هذه المركبات التي هي أمر واقع في الشارع المصري حاليا هي التوك توك. ولذلك صدرت توجيهات من معالي رئيس الوزراء في شهر مارس الماضي بتشكيل لجنة برئاسة السيدة وزيرة التجارة والصناعة. الغرض من هذه اللجنة هي وضع آليات لتنفيذ هذا الأمر، وهو مشاركة التوك توك كمركبة في الشارع المصري في مبادرة الإحلال الرئاسية. ولذلك كان من توصيات هذه اللجنة أن بالفعل يتم دراسة هذا الأمر، وتم العرض على مجلس الوزراء حيث صدرت تكليفات لبعض الجهات المعنية والوزارات والمحافظين بأن يتم أولاً السير في اتجاهين. الاتجاه الأول هو أن يتم دراسة أمر منح ملاك التوك توك تراخيص سير مركبة في الشارع المصري، بمعنى أن يقنن وضع التوك توك في الشارع المصري بحيث يصبح مركبة نقل ركاب آمنة وله تراخيص وله بيانات في الوحدات المرورية، وبذلك يصبح التوك توك أحد المركبات التي تسير بشكل مقنن في الشارع المصري، ومن حقه بعد ذلك المشاركة في المبادرة. طب هنا يا دكتور طارق، لما بياخد هو يا فندم الترخيص كده، ده بياخد كده الشرعية ان هو ممكن يكون وسيلة مواصلات موجودة في الشارع بشكل رسمي، واحنا في اتجاهنا للقضاء على التوك توك من خلال سيارات الميني فان، ازاي ممكن تستقيم الفكرتين مع بعض؟ خلينا نقول ان التوك توك اصبح زي ما قلنا انه امر واقع في الشارع المصري، وبالتالي هو ظاهرة لابد من مواجهتها. اولا بان نقنن وضعه ونشوف حجم أعداده إيه في الشارع المصري، وهذا لن يتم إلا عن طريق منح تراخيص قانونية. عبر هذه التراخيص سيتم عمل خطوط سير لي، سيتم عمل تقنين أوضاع لراكبي ومستخدمي هذا التوك توك، بحيث إن احنا بنشوف دلوقتي في الشارع المصري أطفال بيقودوا التوك توك، لكن صحيح. في حالة منح التراخيص سوف يصبح من يمتهن مهنة قيادة هذا التوك توك هو شخص له أهلية قانونية، بمعنى أنه هو يستطيع قيادته التوك توك شأنه شأن التاكسي أو الميكروباص.